السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفه كثير طيبه وكثير محبوبه عند الكبار والصغار. ان شاء الله اليوم بدنا نساوي السمبوسك، وان شاء الله الطريقه بتعجبكم وشوفوها سهله وبسيطه. في عندي انا هون كيلو طحين متعدد الاستعمالات طبعا، وفي عندي هون معلقه صغيره بيكنج باودر بدي احطها فوق الطحين مباشره، وفي عندي معلقه صغيره ملح، خلطهم هيك شوي. في عندي هون نص كوب زيت نباتي طبعا، وعندي هون معلقتين سمنة، معلقتين كبار طبعا. بدي اشرب هيك الطحين للسمنة والزيت. شايفين عندي شلون طحين تشرب كل الدسم؟ شايفين لازم نفركه كتير منيح. يلا، في عندي انا هون نص كوب لبن، يعني تقريبا شي 4 معالق كبار يعني. عندي هون كوب مي سخنة، بس طبعا مو سخنة عم تغلي، يعني دافية. يلا منبلش نعجن. واذا بدكم الطحين بالاكواب انا حاطة هون 7 اكواب. يلا نبدأ نزلهم على الطاولة وعجنهم. شايفين هاي عجينتي بعد ما خلصت عجن، وانا رجعت حطيت لها نص كوب مي. طبعا انتم بدكم تعجنوا وتحطوا مي حسب ما بتستوعب العجينة. هاي هي، شايفين لازم تكون هذا قوامها، يعني ما بدنا اياها تكون ما تكون مريئة كتير ولا تكون جامدة، هذا القوام هيك. شايفين روعة. يلا انا هلا بدي اقسمها ومشان نريحها بعدين نشتغل فيها. نقسمها هيك لكرات. انا بحب هيك اغطى بالطحين. يلا هيك تمام. هلا لازم انا اغطيها وخليها ترتاح لما نجهز الحشوة ونجهز امورنا ونبلش نشتغل ان شاء الله. هلا ان شاء الله بدي احضر الحشوة. انا حطيت الطنجرة، بدي احط هون معلقة سمنة، انا محميتها طبعا مشان مباشرة نزل البصل. انا هون صارمة 3 بصلات، صدقوني هو طيب كثير مع البصل. نحط لها رشة ملح مشان بسرعة يقبل معنا. شايفين انا عندي هيك دبل البصل، يعني شايفين هو شفتوه كمية كبيرة، بس وقت بتقلى ما بيصفي منه شيء، كله بدوب. يعني هاي 3 بصلات، شوفوا ما ضل منه شيء. انا هلا بدي احط اللحمة، انا عندي هون 3/4 كيلو لحمة. وهون بدي احط معلقة صغيرة بهارات السبعة ومعلقة صغيرة فلفل اسود. هلا بدي احط انا كمان شوية ملح، معلقة صغيرة ملح. شفتوا حطينا شوية صغيرة مع البصل ومنقليهم. انا عندي اللحمة هيك استوت، هلا بدي احط لها رشة جوز مفروم اذا بتحبوا، هذا خياري، او بتحبوا تحطوا صنوبر كمان بيصير. هيك صار جاهز الحشوة عندي. هلا بدي استناها حتى تبرد ومنبلش بالشغل. هلا ان شاء الله بدنا نبلش نشكل السمبوسك. انا عندي هون العجينة ارتاحت طبعا. يلا بسم الله. وعندي هون اللحمة كمان بردت، ومنعبي هيك شوي صغيرة بزبدية صغيرة، بنشتغل على ايدنا. وبنحط هون جنبنا كمان صينية، نحط فيها ورق زبدة اذا بتحبوا، او اذا ما في ورق زبدة بنرش مباشرة على الصينية هيك رشة طحين مشان ما يلزق على بعضه. بنجهز الصينية جنبنا وبنبلش. بسم الله، نرش هيك شوية طحين. شايفين العجينة وقت برتاح ما شاء الله بصير، شوفوا لحالها بسرعة بتنمد. أهم شيء إن الواحد يريحها. هاي هي، شايفين؟ يعني رقيناها يعني هيك
ما تكون كتير كتير كمان رقيقة تشقشق معاكم، يعني هاي السماكة كتير منيحة. هلا بدنا نقطعها، أي مقطع عندكم بالبيت، أي قطاعة كله بصير. منبلش نقطع. يلا نبلش نحشي. هاي الحشوة لا تكتروا كتير فيها كمان مشان ما تنفتح معكم بالقلي، ومنسكر. منرصها هيك منيح، متأكد فيها مشان متأكد اني مسكرة منيح، ومنجدلها هيك اذا بتحبوا. شايفين؟ بنحطها هون على الصينية. سبتكن هذا الشكل هيك يعني هيك اسهل لسه بالشوكة، نعملها هيك. هيك شايفين؟ كثير سهل. أو إذا بتحبوا تستعملوا هذا القالب كمان، هذا كتير استعماله سهل وسريع، يعني حتى أسعاره يعني كتير مناسبة، ما هو غالي أبدا. بنقطع نفس هي نفس القالب هذا ونفسه قطعة، نقطع هيك. حاول تكبرها شوي. لازم هذا يتغطى من هون كله. يلا نحشيها ونسكر. وهذا زيادة كيك بنشيله كمان. شايفين كتير سهل وسريع. أنا هيك خلصت تشكيل السامبوسك، شوفوا طلعوا ما شاء الله يعني كمية كتير كبيرة طلعت. أنا كل ما بشتغل كل ما بخلص ثانية بحطها بالفريزر مشان يعني يجمد معي. أنا شوف هلا هذا كله جمدان، شايفين؟ جمدانات. أنا هلا بهالمرحلة بحطهم بالكيس، يعني بنجمدهم أول بعدين بنعبي الكيس وبحطهم بالفريزر، وإمتى ما بتكون بتطالعون هن جمدانات بتقلون. وهلا إن شاء الله بدنا نقلي منهم الوجبة إن شاء الله. يلا هلا ان شاء الله بدنا نقلي منهم الوجبه. انا شفت بس طلعتهم من الفريزر مباشره هن جامدات، منزلهم بالزيت الساخن طبعا، وكل ما كان الزيت كمان كثير يكون احسن. شايفين هذا اللون نحن اللي بدنا اياه؟ شوفوا ما شاء الله، شوفوا الفقاعات، شايفين قديش في فقاعات؟ هذا هو جد روعه. طلعوا نقطع الورق المحارم ومنقدمه ان شاء الله. هدول السمبوسكات بعد ما خلصناهم قلي جد والله طلعوا روعه روعه. شايفين انا بس لقيكم هدول الحجمين، انا استعملت قالب صغير وفي قالب كبير، يعني اذا بتحبوا نشوف هدول صغار وهدول كبار. جد طلعوا ما شاء الله، طلعوا قديش في فقاعات، جد طلعوا روعه. شوفوا لازم اقسم لكم اياهم كمان، اسمعوا اسمعوا الصوت. شايفين جد روعة، مقرمشات وغير شكل. شايفين جد روعة. بتمنى بتمنى تجربوهم وان شاء الله بيعجبوكم. وبتمنى اذا عجبكم طبعا الفيديو ما بتنسونا من لايك وشير واشتراك بقناتي اذا ما كنتم مشتركين. واهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.